السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جد مسرور باش نتلقى في هذه الندوة الصحفية مع مجموعة من المواقع الإلكترونية ويعني المكتوبة كذلك. فهذا اللقاء هذا خاص ببيان توضيحي. مؤخرا بعض المواقع خرجت واحد اللايف ديال لقطات من العرس ديال الابنه ديالي، وبديت كنتلقى مجموعه من الهواتف كيتصلوا بيا الاصدقاء من داخل المغرب وخارج المغرب كيقولوا لي مبروك الى البارح وهذا الشيء باقي. فانا بغيت نوضح لكم بان هذا العرس هذا كان في سنه 2018، ماشي جديد. اذا هنا المساله خص اللي ينزل الخبر ينزلوا يعني بالتاريخ ديالو ويتحرى على 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 يعني على هذا العرس فوقاش كان الى غير ذلك. فهذا من الاجتهاد بطبيعه الحال ديال الصحفيين اللي كيحترموا المهنه وكيتحروا الخبر، ونطلب الله سبحانه وتعالى يعني هذا الشيء هذا ما يتكررش مره اخرى. انا ما عنديش مشكل ينزلوا الخبر، لان هذا عرس الحمد لله راه هو كل واحد كيزوج الاولاد ديالو البنات ديالو ملي كيوصلوا لسن الزواج بطبيعه الحال، الله يسهل على الجميع. فهذا هو البيان الاول. اذا العرس كان في 2018. ثانيا، هذا العرس هذا الحمد لله حنا كمغاربه وكنفتخروا بتمغربيت ديالنا، فكان في واحد الاطار ديال تمغربيت اللي حنا عشناها في الصغر ديالنا. فكان العرس كان كيكونوا النساء بوحدهم كيكونوا الرجال بوحدهم، فبالتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى كرينا واحد القاعة اللي فيها جوج قاعات الحمد لله. فكانوا الأخوات مع بعضهم وكان عندهم جوق نسوي وفرحوا ويعني انبسطوا مع بعضياتهم، وحنا الرجال وكذلك يعني كنا كذلك يعني في واحد الإطار اللي الحمد لله كانوا فيه مجموعة من العلماء حاضرين معنا، مجموعة من الأساتذة، مجموعة من الدكاترة، مجموعة من الشخصيات البارزة في المجتمع. ولو الحمد لله كل شيء استحسن هذه المسألة هذه، لأن احنا كنا واخدين راحتنا وما كانوا واخدين راحتهم، لدرجة أن العائلة ديال الزوج ديال بنتي قال لك حنا ما كناش كننتظروا على ان الجو غادي يكون هكذا، يعني حسوا بان مع الرجال غير بوحدهم وفرحوا واحد الفرحه كبيره. وكذلك النساء تيقولوا لا حنا اللي كانت الفرحه ديالنا اكبر. وهذا يعني نتيجه ان الانسان في بعض الاحيان راه بلسان الحال كتكون الدعوه ديالو غير بالتي هي احسن، ماشي شرط باش نقول لك شنو دير، ولكن اذا شفيني شنو درت واقتنعتي يعني كتقتنع بواحد الشكل في العرس اللي هو في نفس الوقت محافظ على التقاليد المغربيه والتوابيت المغربيه، وفي نفس الوقت هو في اطار شرعي. فممكن نعطيكم نبذه على العرس كيفاش داز. في الاول بطبيعه الحال الاستقبالات، واول ما افتتحنا به من بعد الاستقبالات افتتحنا بالقران الكريم. راه عندي بعض الصور هنا من بعد يمكن نوريهم لكم. هذا هو القارئ اللي افتتح لنا، سيدي عدنان بن حميده. هذا قارئ معروف وكيشارك في مباريات وطنيه ودوليه كذلك. من بعد يعني كانت عندنا فرقه ديال الانشاد بآلات عصريه، بآلات يعني الاورغ، القانون، الآلات ديال الايقاع الى غير ذلك. فكان انشاد في الاول انشاد شرقي، ومن بعد زدنا الامداح المغربيه اللي في طبيعه الحال كلهم المغاربه كيحبوها، وحنا من الصغر وحنا كنحبوها. راه حتى لما كنت انا في اطار الغناء الى غير ذلك، فمره كان لابد في الليله لابد نديروا شي حاجه الامداح. حنا المغاربه هكا كنحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ذاك العشق ديالنا النبي صلى الله عليه وسلم كندخلوا حتى في الافراح ديالنا. وانتم كتلاحظوا على ان المغاربه كل شيء ملي كيفرحوا شنو كيقولوا؟ تيصليو على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذلك. البنايه حتى هما ملي كيبغيو يرموا بالدره كيقولوا اللهم صل عليك يا رسول الى غير. اذا الشعب المغربي راه بالطبيعه ديالو كيبغي الامداح وكيبغي الانشاد الى غير ذلك. وسبحان الله العظيم انا من نهار كنت تندير شي فرح عندي في داري اولا في شي قاعه، ما كنديرش الليل بعدا، ما كنسهر حتى واحد. هذه هي الاولى، يعني الحفل بديناه في 6 د العشيه، الناس صلاو العصر التحقوا بالحفله. وصلت وقت المغرب فرشنا القاعه ورجعت القاعه بحال المسجد، صلينا اذا ما لهينا حتى شي واحد على الصلاه ديالو. فوقت المغرب صلينا الصلاه ديالنا، فوقت العشاء عاوتاني وكذلك.
كانوا معنا كيف قلت لكم مجموعة من الأساتذة جامعيين في الدراسات الإسلامية، كانوا معنا مجموعة من الخطباء، كان معنا على رأسهم الأستاذ العربي المدن اللي هو عضو بارز في المجلس العلمي للرباط، ولقى كريمة بالمناسبة. إذن مظاهر الفرح خصها ضروري تكون، باش ما يكونش، لأن واحد الصديق ديالي واحد المرة قال لك مشى لواحد الفرح، شي ناس ملتزمين يعني داروا الفرح، لكن هو ما لاحظش مظاهر الفرح هو عرس. حتى جا واحد الخطيب للجمعة وقال لهم، واش انتم عندكم مأتم ولا عرس؟ راه خص ضروري الفرح، نعبروا على الفرحة ديالنا. والحمد لله كانوا الإخوان يعني انا كنت فرحان في ديك الليلة، ومجموعة من الأصدقاء كانوا معايا اللي حجوا معنا، وهذا كل شيء كان فرحان. وفي الاخير يعني كل شيء كيطلب مني باش نادي شي بركه، والحمد لله في الاخير ديال الحفل يعني درت واحد الانشوده تقريبا فيها واحد 7 دقائق ولا 6 دقائق، وممكن من بعد هي هذه دابا اللي خرجت في اللايف، ممكن نعطيها لكم كامله ان شاء الله غتوصلوا بها. فهذه الانشوده هذه انا عززت عليها، لان كانت الوالده ديالي في الصغر هي ديما كترددها في المنزل، الله الله مولانا تعفو يا خالقي عليا، وانا رقد في منامي اهل الله دايرين بيا، قالوا لي نضيا النايم تعبد مولانا معنا. وفيها واحد البيت اللي هو في الحقيقه هو اللي كيأثر فيا بزاف، هذا البيت هذا ما خرجش في ذاك اللايف، ولكن ان شاء الله ملي نعطيكم غادي تلقاوه. كيقول الناظم فيها، يا الواحد سبحانك ما خفاك الحال، يا الواحد سبحانك ما خفاك حالي، راه الإجابة عندك ما تسد بقفال، بوابك مفتوحة للعاصي بحالي. إذن بواب الله سبحانه وتعالى دائما راه مفتوح علينا، احنا خصنا غير نقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الفرح راه فرح كيبقى في إطار الفرح. بطبيعة الحال كاين اللي عنده موقف من هذا الشيء ديال المعازيف تكلموا فيها علماء قبال منا في هذا الشيء، فلخصها الشيخ القرضاوي في مساله واحده، يعني لخصها فانه ما جاء في الاحاديث يعني في تحريم المعازيف، ما جاء صحيح غير صريح، وما جاء يعني غير صحيح هو اللي صريح، وبالتالي كاين خلاف. يعني الشيخ عبد الباري الزمزمي رحمه الله عليه راه دار واحد الكتاب، اللي بغى يرجع لهذا الكتاب ويشوف هذا الموضوع، هذا القول المنصف في الغناء والمعازيف. وبالتالي هذه المعازيف واش حنا مثلا حيت كاين اللي علق قال لك لا ما خصهمش يكون المعازيف، انا شخصيا لا ارى مشكل في هذه المساله هذه، يعني امداح فيها معازيف هي غتعبر على الفرح وغادي تزيد يعني الناس فرحه، وما يمكنش، لان خصنا البديل ملي غنديروا عرس. اذا واحد العرس الا كنا كنشوفوا العرس ديالنا، الا غنديروا بديل خصو حتى هو يكون يعني فيه واحد الليونه، ما يكون شيء عاوتاني كنضيقوا، لا نضيقوا على الناس من واسع، يعني الامور تبقى في اطار شرعي، ولكن في اطار الحمد لله راه حنا كانوا معنا اساتذه، وحضرت انايا في اعراس اللي عرضوا علينا اساتذه وزوجوا الاولاد ديالهم والبنات ديالهم، وخدينا النموذج، بمعنى ان الانسان كاين فرحه، كاين اللي جاب فرقه ديال الاندلسي، كاين اللي جاب فرقه ديال المديحين الى غير ذلك. فالامر الحمد لله واسع، وما خصش الانسان يبقى ياخذ موقف ولا هذا بحال شي واحد انا اللي عبر شي. الاغلبيه الحمد لله التعبيرات كانت طيبه والناس فرحات وشافتنا، غير خصنا نفرقوا بين الغناء والانشاد. بحال دابا حتى العنوان اللي تار كي جوان يغني في زفاف ابنته، ما كيفرقوش بين الانشاد وبين الغناء، هذه مساله حتى تيدخلوا، حيت كاين بعض المواقع حطات الفيديو فالناس شافت الفيديو وعرفات، وكاين بعض المواقع اللي ما نزلوش الفيديو، اذا ما نزلوش الفيديو تيقول يغني، بل اكثر من هذا شي واحد سامحه الله يعني قبط الصوره ديالي ونزل اغنيه ديال يوسف التطواني، مغني ديال يوسف التطواني، كانني زعما راني رجعت كنغني، وزعما هذا راه اغنيه جديده ديالي، فهمتي؟ هذا راه من الناحيه القانونيه انا يمكن لي ندير ليه المتابعه، فهمتي؟ ولكن انا غنترفع على هذا الشيء، ما غنزلش لهذا المستوى، فهمتي؟ اذا غير الانسان خصو يعرف، ماشي يبقى يستغل الساذجه يعني او لا الطيبوبه ديال الناس في كي تيقول مواقع الى غير ذلك، لا،
الانسان الا بغى ينزل واحد الخبر ينزلو صحيح، ما كاين حتى شي مشكل. حنا الحمد لله تنبقاو دائما في اطار الثوابت ديالنا، في اطار الامور ديالنا اللي هي اللي المغرب الحمد لله راه من ارقى الشعوب، لا في الاعراس ديالو ولا في الحياه ديالو الى غير ذلك. فاحنا هذا هو التوضيح ديالي اللي بغيت نوضح. وعندي بعض الصور نقدر نعطيهم لكم وتشوفوهم، يعني اللي بغى ياخذ منهم صوره. ف يعني الا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه مرحبا. الصور شنو كيوضحوا؟ الصور ديال هذا العرس، غير ديال العرس، يعني صور العرس كيفاش الناس فرحانين وكيف. واكثر من هذا سبحان الله العظيم احد الاصدقاء ديالي، نسيت واحد الفكره هذه مزيان اللي فكرتيني في الصور، احد الاصدقاء ديالي جاب لنا واحد المفاجاه، جاب لنا واحد الفرقه افريقيه ودارت لنا هزج افريقيه، وهذه الصوره هي هذه في اطار الانفتاح ديال الثقافات والتلاقح الثقافي. لان خصكم تعرفوا بان هنا المغرب عندنا بزاف ديال الافارقه تيقراو عندنا، وبالتالي كيقراو عندنا وكيشوفوا امارات المؤمنين هي النموذج ديالهم، وبالتالي مزيان يحضروا في اعراس مغربيه يشوفوا، وبالخصوص لما يشوفوا هذا الاطار، يعني انه في واحد الاطار يعني فيه احترام، فيه يعني فيه مسائل شرعيه. كذلك كانوا عندي واحد جوج اصدقاء جاوا من دار الحديث الحسني، راه الحمد لله راه خداو الدكتوراه ديالهم، كانوا اصدقاء ديالي، واحد من ماليزيا وواحد من غينيا، وكانوا حاضرين. ها هما الصور ديالهم، ربما نوريهم لكم تشوفوهم. شوف الصوره هذه لا يقدر شي واحد يزومي عليها كذلك. وهما هادو كيصبحوا سفراء لينا حنا، لما يرجعوا ياخذوا الدبلومات ديالهم الحمد لله كيرجعوا سفراء ديال المغرب، وكيدافعوا على القضايا ديال المغرب. يعني الحمد لله المغرب كيبذل واحد المجهود في هذا الاطار هذا. وما نكذبش عليك، هاد الفرقه هذه ما عرفت واش زوميتوا عليها، هذه هي الفرقه الافريقيه، يعني اضفوا واحد الشيء جديد عندنا في ذاك الفرحه ديالنا وفي ذاك العرس الى غير ذلك. وكتشوفون انا والزوج ديال الابنه ديالي، يعني جينا موراهم وفرحانين بهم، ما كاين حتى شي اشكال. هذا الاستاذ العربي المدن اللي دار لنا الكلمه في اطار يعني في اطار العرس، وعندي صداقه معاه من 2007 من الحج تعرفت عليه، واستاذ ديالي استاذ فقيه. هذه مساله تكلمت فيها كثير، هي كانت بعد الرؤيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بعد ديك الرؤيه في 2007 جات مع السن ديال 40 سنه، وجات مع ديك الايه اللي كنت كنتاثر بها الى وصلت لها قبل، يعني شي 7 سنين، وانا ديك الايه ملي كنقراها ولا كنصلي بها الفقيه ديالنا كينزلوا لي الدموع. فهذيك فاش جدك يعني غادي نقولوا ولا مسار اخر، سن النضج، لان سن النبوه هو سن الأربعين. معظم الانبياء نزل عليهم الوحي في الأربعين، فلهذا يعني هذا اختيار عاوتاني في الحياه. انا كنحس براسي دابا مرتاح وبخير، والله عوضني، راه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انا في ظرف ديال 14 سنه ما غنحيدوا منها عامين دابا ديال الكوفيد، الله يعافينا ويعافيكم ويعافي جميع الانسانيه من هذا المرض هذا. في 12 سنه او في 12 الموسم يسر لي الله 10 الحجات، الحمد لله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كاين اللي كيقلب غير على حجه وحده وما لقاهاش، فانا كنحس بان الله سبحانه وتعالى عوضني. فالحمد لله كنمشي في اطار، مشيت جوج الحجات عاديين، وثمانيه الحجات كنمشي كمؤطر للحجاج. من بعد بطبيعه الحال بعد ما حصلت على التزكيه من المجلس العلمي في اطار الضوابط ديالنا في تاطير الحجاج، كذلك عندي الحمد لله تزكيه في الخطابه دوسها في 2016، وكل شيء من فضل الله. مصاحبه الاخيار تتزيد بك، تتسمو بشويه بشويه الحمد لله. وحنا دائما رغم هادشي بدون تعصب، بدون بلادك يعني الانسان كيولي داك الانعزالي، لا راه عايش في المجتمع ديالو. وراه بحال دابا مثلا انا في الاسره ديالي، واش انا غيمكن لي ناثر 100% على الاسره ديالي؟ راه كل واحد الله سبحانه وتعالى كيقذف فيه الهدايه بشويه بشويه، هذا هو اللي كاين. انا راه تكلمت لكم على واحد الكتاب، اللي بغى التفاصيل يرجع ليه، لان هادشي كيتكلموا فيه العلماء كيف قلنا. هذا القول المنصف في الغناء والمعازف، داكشي باش انا حاطه قدامي باش ما نخطاش بها. الشيخ عبد الباري زمزمي رحمه الله عليه، الغماري، هو معروف من طنجه، هذا عالم كبير
وجاب الأقوال كلها. أنا الملخص وجاب القول ديال الشيخ القرضاوي قلت لكم قبيلة، قال لك ما هو صحيح غير صريح في الأحاديث، وما هو صريح غير صحيح، بمعنى ما كاينش واحد التحريم، إلا أن العلماء كاين إجماع عند العلماء على أنه الموسيقى أو المعازف اللي كتختلط بكلام فاحش راه بلا موسيقى، راه الكلام فاحش من الأول راه بلا ما تدخل عليه الموسيقى، فالموسيقى بريئة من الفحش ديال الكلام. نعطيكم غير مثال، دابا أنا غتكون عندي سيارة أو لشي واحد عنده سيارة، هذيك السيارة راه يمكن له يدير بها الخير، يمكن له يمشي بها للجامع، يمشي للعمل ديالو، يهز بها شي مرأة غتولدي يوصلها للسبيطار في الحومة، ولا شي مرأة ولا شي راجل مريض في الليل ويوصلو للسبيطار. وفي نفس الوقت ديك السيارة يمكن لها تكون وسيلة باش الإنسان يمشي بها البار، يمشي بها الفساد، يمشي بها. إذن الوسيلة ماشي هي اللي فين كاين المشكل، في التوظيف ديال الحاجة. إذن إذا كانت الأناشيد طيبة، أنا بالنسبة لي شخصيا لا أرى مانع باش تزاد عليها المعازف. ونعطيك مثال أمشي معاك أبعد من هذا، دابا اللي كيقول مثلا المعازف حرام، مني غادي يلقى مثلا في قناة الجزيرة غادي يلقى برنامج مثلا ديال أيام الله، أو لا غادي يلقى مثلا الشريعة والحياة، كيكون واحد الجينيريك في الأول، وهذوك العلماء اللي كيدوزوا في هذاك البرنامج إذا كانوا محرفين، يعني محرمين هذاك العزف أو المعازف أو هذيك الموسيقى، ما يشاركوش كاع أصلا في ذاك البرنامج. أنا أعطينا مثال، إذا كيكونوا عندنا برامج مثلا في السادسة ولا في قناة محمد السادس، كيكونوا فيهم ذوك المستملحات في المعزوف، إذا هذاك راه جينيريك. إذا أنت إيوا إذا خصك تبقى دير بوز باش عاد من بعد تصنت على البرنامج. إذا المسألة في فاش وظفتيها، إذا التوظيف الأشياء هو اللي فيه التحريم. إذا إلا كان اختلاط برقص مختلط وكذا ولا غناء فاحش، وخا يكون كاع كلام طيب، احنا أنا نمشي معك بعد ما نمشي، كلام طيب وفيه الموسيقى احنا جوزنا، ولكن الوضعية فين الدار فيها اختلاط وعيالات ورجال كيجذبوا ولا كيشطحوا مخلطين. إذا التوظيف الحاجة ماشي ديك الحاجة، هذا هو الرأي ديالي أنا الشخص. أرى هي اللي قلت لك دابا أنا أعطيتك الملخص ديالها ما جاء فيها. دابا أنا كنقول لك الرأي العلماء مش الرأي ديالي، أنا ما غنوصلش للعلماء، أنا كنقول لك العلماء لخصوا هذه المسألة، قالوا ما هو صحيح في هذه الأحاديث، هذا القول هذا الملخص باش لخصها للشيخ القرضاوي، ما هو صحيح غير صريح في التحريم، وما هو يعني اللي ضعيف اللي هو صريح غير الحديث غير صحيح، أحاديث غير صحيحة. إذن هنا إذن مازال ما دام المسألة فيها اختلاف، أنا أثرت لك قلت لك بأن كيفاش غتوظفين أنت داكشي. أنا كنقول لك جينيريك غادي يبدأ برنامج وكيديروا معزوفة فيها القانون والعود مثلا والرق إلى غير ذلك، الرق تنقولوا إحنا في المغرب يضطر. إذن إلا غتحرمها إوار ما غتسمعش هذاك البرنامج من الأول حتى الأخر، وفوسط منه كي في قناة الرسالة في المغرب في برامج في السادسة في قناة محمد السادس إلى غير ذلك. إذا أنا الموقف ديالي أراه محدد فاش غتوظف داك الشيء. الحمد لله أنا قلت لكم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من هذا التعويض لك يعوضك الله، أولا كيعطيك طمأنينة في الحياة ديالك وفي البيت ديالك، كتولي تشوف الحياة بنظرات أخرى. شحال واحد يقول يا ودابا أنت حتى في السن 40 عاد وصلتي الطوب عاد كذا عاد كذا كذا، لكن هذاك الشيء اللي شفته أنا في الحج، الأنوار اللي شفت في الحج في 2007، سبحان الله العظيم القلب ديالي بحال اللي صافي، بحال اللي غسلتي ذاك القلب، بحال اللي شبع من الدنيا، ما كاينش ذاك حيت دابا انا 14 عام، ودابا العام هذا هو 15، هذا اللي دخلنا فيه هو 15 باش حبست، راه بحال اللي البارح. اذا الحياه ما اسرع الحياه، الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يقول كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. دابا اي واحد فينا اي واحد جلس مع راسه يجلس ويغمض عينيه ويدوز شريط الحياه ديالو، شحال يدوزه؟ ربع ساعه يكون دوز شريط الحياه ديالو كامل، وبالتالي
الكيس هو من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، لأن الله سبحانه وتعالى اللي هي واحد الآية اللي هي الأمل ديال أي واحد فينا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وباش كيتبعها وأنيبوا إلى ربهم، يعني رجعوا الله. إذن حنا راه كان رجعوا الله سبحانه وتعالى، وراه تقدر عاوتاني تذنب، وراه لا بد غادي تذنب، راه حنا ماشي معصومين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم في واحد الحديث أكثر من 70 مرة، وفي واحد الحديث 100 مرة. علاش؟ هو قدوتنا، هو كيعلمنا، بمعنى رأى إحنا دائما في الاستغفار، دائما في الاستغفار، دائما في الاستغفار. إذا ما كناش كنستغفر الله راه غادي، إذا ما كانش الذنوب، لأن الذنوب تقدر تديرها من حيث تدري أو من حيث لا تدري. لهذا إحنا في الدعاء كنقولوا اللهم إن نستغفرك لما نعلمه وما لا نعلمه، لأن ربما شي حاجة ما تعرفهاش تقدر توقع فيها من حيث لا تدري. ولهذا الإنسان راه كيبقى إنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى فين كينظر؟ الله كينظر للقلوب ديالنا. إذا كان قلبك زوين ويعني التوبة ديالك كتحس بها في القلب ديالك، في بعض الأحيان كاين كل واحد كيبغيك تكون موديل ديالو هو، بحال مثلا بحال دابا واحد من واحد الشكيلة معينة في المجتمع تيبغيك تكون بحاله هو، واحد آخر عنده مثلا الحياة طويلة بغاك تكون بحاله هو، واحد آخر بغاك تكون بحاله هو، وما عمرك أنت غتكون نسخة من شي واحد. راه كل واحد خلق الله بشخصية ديالو بإيمان ديالو، وحتى واحد ما يتألى على الله، لأن في بعض الأحيان بحال دابا مثلا واحد في التعليقات، واحد التعليق يعني ما عجبنيش، واحد قال هذه توبة تحتاج إلى توبة. حنا دائما نحتاج إلى توبة، كل نهار كنتوبوا الله ونستغفروه. وهو داك السيد اللي قالها راه هي في الحقيقة هي صحيحة من واحد الناحية، راه كلنا البشر خاصنا توبة بعد توبة، توبة بعد، إذا التوبة دائما باستمرار. إذا كان الإنسان قلبه زوين الله سبحانه وتعالى كيهيئ له أسباب التوبة. رانا كنعرف ناس كانوا مخمرين كيشربوا الشراب يوميا يوميا يوميا، دائما الريحه في الفم ديالهم شرف الله وقدركم، وختم لهم الله بالحسنى. هادو شاهدتهم بعيني، ماشي زعما شي واحد قال لي، شاهدتهم بعيني. وبالتالي الله سبحانه وتعالى هو اللي كيطالع على القلوب، القلوب ديال العباد راه بين اصابع الرحمن. علاش سمى القلب قلب؟ سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هذه المسألة ديال الفنانين وكذا، داك الشيء باش مثلا حتى هاد اللي تكلموا على المعازف، هاد الموسيقيين إلى 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 اعتزلوا خصهم بديل، فيقدروا يندمجوا في هاد الفرق، الفرق اللي هي ديال الفرق ديال الانشاديه الى غير ذلك، باش يلقاو البديل، ماشي نجيو ونسدو عليهم واحد الباب. تلقى كيعرف غير الموسيقى ما تعرفش شي حاجه اخرى. اذا هنا خصنا ماشي تجي وتسد واحد الباب، لا، خصك البديل، البديل في الافراح ديالنا، البديل في الحياه ديالنا، البديل في الاعراس ديالنا الى غير ذلك. كان عندي الوسط العائلي فني، انا كنت في وسط خوتي كانوا عندهم فرق موسيقيه وكينتمي للفرق الموسيقيه، وبالتالي بحال نشات في واحد البيئه اللي لقيت راسي من حيث لا ادري، حتى اكتشفوني بانني كنكون غير مبعد عليهم، وداكشي كنسمعوا وكنحفظوا، وسمعوا بان الصوت ديالي مزيان، ولا بعض المرات كيقول لي يلا تمشي معنا. اذا داكشي جا بالصدفه، حيت الموهبات الصوتيه هذه موهبه ربانيه. ولكن انا كنحس براسي دابا يعني الحمد لله هذيك الموهبة الصوتية في الوقت اللي كنت نقرأ القرآن كنحس بها أحسن وأحسن وأحسن. علاش؟ لأن سبحان الله العظيم هذيك المقامات أو الترنيمات اللي كاينة في الموسيقى هي اللي كاينة في القرآن، غير كتكون بضوابط نفسها. قالوا كان تجي الفرصة شي مرة نقدر نقول لكم مثلا، حيت كاين دابا اللي عنده تحفظ كيقول لما نقولوش الأنغام مثلا الموسيقية في القرآن، وهي بغينا ولا كرهنا هي نفسها هي اللي كاينة في المقامات العربية، هي اللي كاينة في القرآن. إذن المسألة جات صدفة بالنسبة لي أنا في واحد الجو عائلي. كنشكركم
على هذا التواجد ديالكم معنا وشرفتونا في هذا اللقاء المبارك. نطلب الله سبحانه وتعالى يلاقينا دائما في ساعة الخير، ومن خلالكم كنوضحوا للرأي العام الوطني والخارجي بطبيعة الحال. المغاربة راهم متواجدين عبر العالم، يفهموا شنو واقع ويفهموا ان القناعات الحمد لله الانسان راه دائما واخا يعتزل راه كتبقى عنده ضوابط ديالو وكتبقى عنده قناعات ديال تمغربيت ديالو ديال الاصول ديالو. حنا الحمد لله المغاربه راهم متدينين بالطريقه ديالهم بالطبيعه ديالهم بالفطره ديالهم، هذا هو اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.